عند المطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تعلموا، فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. سبحان أتمكن. إيش مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني بارك الله فيك. بالوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا، إلى الرحمن يمن المطايا، كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ألا رفعها تدري بالهمز فهم ذلك والسماء رفعها والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان وَأَلَّا تَطْغَوْا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان حسبك بارك الله فيك وحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا ህክምና አለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መንከራተት ታሪክ ሆነ አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል የካበተልም ድባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት እንክብካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላብራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ ጤናን እናስቀድማለን አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መጥተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅ ቅናሽ እናደርጋለን። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይድ ያሲን ህንጻ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 6782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። ዱም ያ ሐቢቢ ፈዓለ ዱንያ ሰላሚ الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد